بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنيه الى السيده اودري اوزولاي بمناسبه فوزها بمنصب مدير عام منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بالتوفيق للسيدة أوزلاي في مهامها بالمنظمة والثقة التي حظيت بها، منوها جلالته إلى ما تتمتع به السيدة من مكانة وخبرة في هذا المجال، مما سيسهم في رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة. مؤكد جلالته على عمق وتاريخ علاقات التعاون التي تربط مملكه البحرين مع منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو